عندنا مشتقات الصعب هذا والنخيل من النخيل، واستفدنا منهم ان نعمل منهم حاجات يعني كثيره، منها الاطباق طبعا معروفات الاطباق، ومنها الصفر، هذه الصفره انت ياكلوا عليها، وهذه اطباق متنوعه من كل شكل بنوع، وهذه نقول العلاقة، هذه العلاقة ياخذوا فيها من السوق خضروات وغير ذلك، وهذيك القفه يدور فيهم تمر ياسر بكل بالمره، هذيك القفه الصغيره هذيك وانها المزينه يعملوا فيها بالخبز، الخبزه مسكر عليها وانها بالذات، هذيك المظله طبعا ساكنه، وهذا المراوح اشكال والوان وانها. علينا عندنا الحاجات هذول ما عندناش تشجيع فيها لا من الدولة ولا من أي حد يشتري هالحاجات باش نستفيدوا منها ويستفيدوا منها الناس، وباش نعوضوا بها ما نشروا بها تبع الصبغة، طبعا هذه ما في صبغة هنا في البلاد نشروها من بعيد، والصعف يبدا مزين من كل شكل، وبعدين آلات نتاعين القصان تاع الأشجار ما هناش ما عندناش، اندثرت حتى كان الناس تخدم في الفيسان والواحد ما عاش مات وما عقبوا حد.